ما هو الفرق بين علم الفلك والتنجيم أو الخرافة؟ ولماذا تحولت النبوءات من عالم المشاهير والفنانين إلى عالم السياسة؟ وما هي أهم التنبؤات في الفترة القادمة؟ الأبراج دي هي عبارة عن مجموعة من النجوم في السماء، احنا بنشوفها يعني هي موجودة اوريدي، بنشوفها بالعين المجردة. أيام العرب زمان وأيام الفراعنة كانوا بيشوفوها بالعين المجردة لأن ما كانش فيه كهرباء وما فيش أضواء. النجوم ما بنعرفش نشوفها طول ما في انوار، لكن في الضلمه وفي الصحراء بنشوفها. اوكي، فالابراج دي بتكشف وموجوده. الفراعنه هم اول ناس قالوا ان هي ليها علاقه بحياه البشر، وربطوا ما بين علم الفلك وما بين الـ يعني حياتنا. فكانوا طبعا معروف ان الفراعنه متقدمين جدا في علوم الفلك، فكانوا بيبنوا حتى مواعيد الذراع على مواعيد الابراج. الكواكب دي فيها روحانيات، فيها طبائع، من خلال تفاعله، من خلال اراده الانسان هو اللي بيخلي الكواكب تتاثر عليه او لا. الا اننا ما بنقولش ان الكواكب ده محرم، ده حرام، ما بنقولش ان الكواكب ده، لكننا نستخدم اتصالات فلكيه. الكواكب والاجرام السماويه بتتحرك في السماء بتشكل زوايا معينه، يعني انا اسم حاسب فلكي من خلال اتصالات معينه، اتصال معين سواء سعيد او نحيس بيدل على حادثه او حاجة معينة هتحصل على الأرض. الناس برضو فاهمة حاجة غلط عن موضوع التوقعات. التوقعات دي بتبقى عبارة عن تأثير الفلك علينا، على مزاجنا، على حياتنا. هي ليها كده أسس اتعلمناها بنحسب عليها، بس ده مش معناها إنه أنا ما باجي أقول لحد خد بالك النهاردة القمر معاكس معاك، أو النهاردة في كواكب في وضع معاكس معاك. ده مش معناها إن أنا بدعوهم للتشاؤم. لا أخفي سيرا إن إحنا بنعيش أحداث بداية نهاية الزمن، بداية من صوات الربيع العربي. فالناس مهتمة، ما يقدرش أقول دلوقتي. طبعا في توقعات بنصدرها أنا وزمايلي، توقعات فنانين، توقعات مشاهير، لكن الأحداث اللي هنا بترفض إن إحنا نقول للناس مصر أو العرب أو العالم رايح على فين. زي ما كل الناس مركزة على المواضيع السياسية، إحنا كمان مركزين بتوع الفلك على المواضيع السياسية. والناس حتى اللي بتشتغل في السياسة لما بيستضيفوهم، هما بيستضيفوهم بيتوقعوا اللي جاي، بس بيتوقعوا بناء على دراستهم السياسية. احنا بنتوقع بقى بناء على دراستنا الفلكية. بالنسبة لتوقعاتي اللي بتوقعها اولا لمصر الفترة القادمة، طبعا حكومة المهندس ابراهيم محلب هي حكومة مؤقتة، تليها حكومة دائمة في ظل تولي المشير عبد الفتاح السيسي الذي توقعت انه سيكون رئيسا لمصر وصاحب مصر كما هو مذكور في النبوءات القديمه. في محاولات للعنف او لعمليات ارهابيه في يوم 15/4. اوكي، اليوم اللي حلو جدا لمصر ان شاء الله هيكون يوم 30/4، وبالذات هيكون حلو للابراج المائيه، وطبعا المشير السيسي برج العقرب وهو احد الابراج المائيه. الثوره ستكون في امريكا بقياده الطبقه الوسطى، بعيد الطبقه الوسطى. سنشهد موجات هجره جماعيه لاول مره من امريكا، من الولايات المتحده الى كندا واوروبا بعكس المتوقع. سنشهد مخيمات للاجئين، انفجارات، تعطل شبكات الكهرباء. اولا كلمه كذب المنجمون ولا صدقوا دي ليس ليها اي اساس، هي ليست من القران ولا من السنه ولا من الحديث ولا من قول الصحابه ولا لاي سند شرعي. اللي خلق العلم ده واللي خلق الكواكب واللي خلق كل حاجه هو ربنا، فهو لوحده اللي قادر ان هو يغير اي حاجه احنا بنتوقعها. مصطفى اغا، انت حر. هرحب داني بضيوف الاعزاء، الاستاذه هالة عمر، الدكتور مسلم، والدكتور عبد الحكم. دكتوره، انا بسالك بصفتك خبيره في علم الابراج، ايه علاقه الفلك بالابراج؟ هل النجوم والكواكب بتتحكم بمصير الانسان؟ لا، هي الى حد ما، يعني انا قناعتي بكده. ايه هي الابراج؟ الابراج ده زودياك، حزام ثابت اكتشف ولو المكتشف بتاعه يوناني اغريقي اسفة، وهو حزام ثابت على زاوية 45 درجة حوالين الارض. كل برج واخد 30 درجة،
ثابت على حوالين الأرض، الأرض بتلف في مدارها، والكواكب المجموعة الشمسية كلها بتلف في مدارات أخرى في أماكن أخرى. إحنا بنترجم الشكل الهندسي للكواكب بالنسبة لنا له معنى. زمان كنا بنعملها بالجداول، جداول كتب زي كتب التليفون كده، وليها حسابات وزوايا معينة، والعلم ده قائم على الرصد وموجود من 600 سنة قبل الميلاد، ومعنا حتى صور ممكن ياريت يوروه لنا أهو. هذا ده الحزام الزوديق، وده خط الاستواء وخط الطول. لما بنعوز نعرف الصفات العامة لشخصية الإنسان، بصوا يا جماعة على الشاشة عشان تتابعوا معنا، بس عشان تفضلي يا أستاذة، بنازم نحسب مكانه على الأرض، مكان ولادته وساعة ميلاده والطريق والشهر واليوم يعني. أوكي. ليه؟ علشان الشمس بتدخل بشكل ليها زاوية، ليها الريفلكشن أو انعكاس الأشعة بتاعتها، بتبقى في برج آخر اسمه بنسميه إحنا البرج الصاعد، هو الأسندنت ساين. في ناس بترجمه البرج الطالع. تمام. وفي مدرستين في الأسترولوجي بتقول إن دي الشخصية الأساسية اللي جوه الإنسان، في مدرسة تانية بتقول دي الشخصية اللي باينة للناس. في الإطار العام ده من خلال أماكن الكواكب في البيوت وفي الأبراج بنقدر نحدد صفات الشخصية فيها، طبعا مع التطور دخل فيها جزء من علم النفس، وبعدين بنقدر السمات العامة للإنسان. ما بنقدرش نحدد، أنا شخصيا ما أقدرش أحدد أقولك هتكسب 10 جنيه. تمام. بس أوكي. هل عشان بس السؤال، يعني لو 20 مولود مولودين في نفس التوقيت ونفس اليوم ونفس الزمن ونفس التوافق مع حركة النجوم اللي حضرتك بتقول عليها، هيطلعوا نفس المكان على الأرض في مصر؟ اوكي. تمام. أوكي. ولا تقصدي في نفس شبرة. نفس الاوضه؟ لا يعني ليه، ما هو الشمس مش يعني لما انت عايز 10 تولدوا في نفس الاوضه، فهو ده بس يعني هيبقوا صفاتهم قريبه جدا من بعض باختلاف في نفس الاوضه ولا في نفس الساعد هيختلف في نفس البلد، في نفس المكان، نفس خط الحسبه ما بين خط الاستواء وخط الطول، خط العرض وخط الطول. الشمس لما بتبقى يعني معلوم العاش في انجلترا وغير العاش في مصر، اقداره مختلفه وصفاته مختلفه. يعني دكتور مسلم، حضرتك ايه رايك في الكلام ده؟ والله انا كنت جاي واتكلمت مع الدكتور عبد الحكيم، وكنت عبد الحكم. الحكم وما أيوة. كنتش ناوي ان انا يعني نكون عنيف يعني. لا احنا عنيف ليه؟ احنا بنتناقش. لكن العلم ما فيش حاجه تتسيب فيه كده هو. طبعا صح، مش واخد بال حضرتك؟ طبعا. تمام. اولا حضرتها قالت الفلك او العلوم الفلكيه. انا عايز اوضح شيء، استرونومي واسترولوجي، ان ما حدش يقدر يقول انا فلكي او انا فلكيه على حسب نظام الاتحاد الدولي الفلكي اللي هو تابع لليونسكو في باريس، وده بيضم كل الفلكيين اللي في العالم. والفلك في العالم دلوقتي ما عادش الفلك بالمنظار البصري، فلك بالاقمار الصناعيه، فلك باشعه جاما، فلك باشعه اكس، فلك باشعه الراديو. عاد عندنا بننزل مركبات فضائيه على المريخ عشان تدرس جيولوجيا وكيمياء تربه المريخ والبيولوجي، او اذا كان في حياه ولا لا من اجل المستقبل. فده يعني علم الفلك، علم زي من العلوم الطبيعية. يعني احنا لما جينا نخش كلية العلوم الفلك، اللي عايز يخش فلك يخش رياضة وطبيعة في الأول. دلوقتي هو طبعا تفرع إلى الكيمياء والبيولوجي والجيولوجي والحاجات دي. يعني كل اللي جوه الجمعية دي يا دكتور، فشرط ان انا اروح للاتحاد الدولي الفلكي وابقى عضو فيه، شرط ان انا اكون واخد الدكتوراه من كلية العلوم. تمام. في الفلك. تمام. في اي فرع من الفروع بتاعته. الحاجه الثانيه لازم يكون مر على الدكتوراه 3 سنوات. تمام. ولازم يكون عملت 3 بحوث اتنشروا عالميا. تمام. ولازم 3 اساتذه يرشحوني ان انا اكون فلك عضو. تمام. انا خدت الدكتوراه 77 من علوم القاهره. سنه 80 يا دوبي اخدت عضويه الاتحاد الدولي الفلكي الاي اي يو، اللي هي يعتبر انا بقالي فيها دلوقتي 34 سنه. تمام. فيبقى اذا انا ما اقدرش اقول على نفسي فلكي الا اذا كنت مستوفى هذه الشروط. تمام. انا ما قلتش. خلاص، دي حاجه. الحاجه الثانيه
ان لو جينا بصينا على تاريخ الفلك وتاريخ الاسترولوجي، تاريخ الفلك يمكن ابتدى وانا كنت معايا كتب منشورة عالميا بتاعتي ومع ناس اجانب وفيهم كتاب لوحدي، ده بيوريك نشأة علم الفلك 7000 سنة من الآن. يعني في عصر من قبل التاريخ، في كان تجمع إنساني موجود جنب طريق الدرب الأربعين، هنلاقي إن كانوا ناس عايشة على الرياح الموسمية الصيفية. عايزين يعرفوا الرياح الموسمية الصيفية هتيجي وقتي، لأنها هيجي معها المطر من المحيط الهندي. تمام. فيبقى إذن عايز أعرف 21 يونيو. فعملوا نظام دائري. تمام. ومزولة شمسية عشان يعرفوا 21 يونيو. يبقى إذن عملية علمية بحتة. بحتة. يعني ودول الناس كانوا منذ ما قبل التاريخ. تمام. قبل هبوط الإنسان المصري إلى الوادي. تمام. دلوقتي جم قدماء المصريين واللي يقولوا ان الحضارة دي مش حضارة مصرية قديمة، المفروض ان الواحد يحط صوابعه في عينيه، لان المصريين عرفوا الفلك قبل بناء الاهرامات ب 2500 سنة. السلام. يبقى اذا تطور علم. اسمعوا كلام الدكتور بيقولوا يا جماعة عشان تعرفوا قيمة المصريين، عشان تعرفوا مين هو المصري. اذا علم الفلك تطور في مصر تطور احنا بنسميها معرفة خطية في خلال 2500 سنة. تمام. فقدر يعرف ايه هي الاتجاهات الاربع الاصلية وازاي يبني هرم على اساس المثلث القائم الزاوية اللي بيقولوا ده نظرية فيثاغورس. لا، هم كانوا عارفينها قبل فيثاغورس بحوالي 2500 سنة. تمام. وفيثاغورس كان تلميذ فاشل، قعد 20 مرة يسقط لغاية ما في الاخر نجحوه في هليوبوليس ياخد مع الرأفة يعني عشان ياخد الدرجة في الرياضة. طب ايه رأي حضرتك في الكلام اللي بتقوله الاستاذة؟ فالكلام اللي بتقوله الاستاذة نلاقي ان علم الفلك كان ماشي سليم كعلم طبيعي. تمام. ايام ما قبل التاريخ وايام قدماء المصريين. تمام. جم البابليين. البابليين 600 سنة قبل الميلاد. خلطوا ما بين الاسترولوجي والاسترونومي. الاسترونومي هو علم الفلك والاسترونومي علم التنجيم. تمام. واوجدوا، كان المصريين عاملين دائره البروج فيها 300 برج. 30 برج، 36 برج. وفي فرق بين علم الفلك وعلم التنجيم؟ ده 100%. طب ببساطه كده عشان بس الناس يعني لا 100%. ايه الفرق بينهم؟ علم الاسترونومي علم زي الفيزياء والكيمياء والرياضه. تمام. علم اسم العلوم الطبيعيه. تمام. ايوه الفلك الاسترونومي. التنجيم التنجيم علم قائم على التخمين. تمام. ملوش اسس علميه. يبقى مش علم. يبقى مش علم. تمام. مش علم طبيعي. تمام. مش علم طبيعي ولا اجزاؤه لعلم الفلك. ملوش نظريات. ملوش انا دلوقتي علم الفلك الحديث بتاعي اساسي نيوتن وكبلر وإينشتاين وماكس بلانك، العظماء دول كلهم هم اللي اوجدوا الحضاره الانسانيه. طب ما نسميه تنجيم بس من غير علم التنجيم. يعني لا، اصله برضه في اخطاء كتيره. يعني ده من الاخطاء الشائعه. من الاخطاء الشائعه واوضحها لسيادتك. تفضل. دلوقتي يعني. احنا ما نيجي نبص على الانسان كمخلوق داخل الكون، النجوم اللي هم بيتكلموا عنها ديت اللي هي بتحدد مستقبل الانسان وطالعه والحاجات ديت على بعد مئات يعني سنين ضوئيه. طبعا. والسنه الضوئيه هي المسافه اللي بيقطعها الضوء في سنة كاملة. 386,000 على اساس 300,000 كيلومتر مربع. تمام. في 300,000 كيلو في الثانية. تمام. خلاص، فشوف بقى في السنة تبقى كام. فدلوقتي دائما النجوم تأثيرها ضعيف جدا على الانسان. لكن في جرمين اتنين هما اللي تأثيرهم قوي على الانسان. القمر بتأثيره الجاذبي. وده بيأثر على كل المخلوقات اللي في الارض، بيعمل المد والجزر والحاله النفسيه والجنون بتاع القمر عند بعض الناس. والتزاوج بين الفراشات. تمام. كل الكلام ده. تمام. والثانيه
والتاني هي الشمس. الشمس الشمس اللي هي بتبعت بارتكل. البارتكل دي معينه، اشعه الفا اشعه بيتا واشعه جاما والانفجارات الشمسيه، وتسبب لي هنا جيو ماجنتيك ستورم، عواصف مغناطيسيه. ايوه وكل هذا. يبقى اذا هم دول الاقرب ليا، ولذلك ممكن انا الاقي في مؤتمر كنا فيه في امريكا واحد استاذ جاي من مايو كلينيك وبيدي علاقه بين البقعه الشمسيه وبين النوبات القلبيه عند الانسان. تمام. من ستاتستيكال ستادي. تمام. ده كلام لوجيك. تمام. او ممكن اجي الاقي واحد بيدي محاضره عن الجنون بتاع القمر. تمام. وكميه الضوء اللي بتخش عين الانسان. تمام. قد ايه، وحتى الشمس بتؤدي الى برضو جنون في الشتاء لان كميه الضوء بتبقى كافيه اللي تخش العين. تمام. فنلاقي دي ده علم. ده علم. وده لا تنجيم. انا عايزه ارد. لا ده مش تنجيم، لا انا عايزه اوضح. خلي حضرتك ترد، عايزين راي الدين. راي الدين دكتور عبد الحكم، راي الدين قول لنا راي حضرتك ايه في اللي بيحصل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. في ضوء ما اسمع، قرأنا في علم الأصول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا عشان أحكم على إن ده قلم أبقى أصلا له صورة في ذهني عشان أقول ده قلم أو ما قلمش. تمام. عشان أحكم ده كوب يبقى قبل كده يبقى عندي صورة ذهنية. أما يمثل أمامي وينعكس على مخي ينطق لساني بالاسم بتاعه. تمام. على فكره بالمناسبه بما ان انا طبيب، يعني في مرض عقلي بيخلي الانسان ما يقدرش يعرف ان دي يعني لما تقول له كوبايه هو ما بيجيش في ذهنه شكل الكوبايه. نعم. ده خلل بعض الاحيان، خلل في مراكز المخ قريب من الزهايمر. بالظبط. اتفضل اتفضل يا دكتور. كل ما يقوم على اسس راسخه قوية لا تتخلف إلا في القليل النادر، لأن المطلق علم الله سبحانه وتعالى. تمام. علمنا إحنا كبشر متغير نسبي ومختلف ومتغير ومختلف. تمام. أنا في تأملي لأول باقة من باقات هذه الرسالة التي نزلت لتهيمن على الكون، ليست هيمنة سلطوية أو تحكمية. رسالة محمدية. نعم نعم نعم. التي نزلت لتهيمن على الكون ليست هيمنة سلطوية أو تعسفية، وإنما هيمنة إنارة وترشيد لخطى هذا الكائن المميز المكرم على هذا الكوكب، المسؤول عن إدارة بقية العناصر الكونية إما بالقوة العقلية أو البدنية أو الآلية أو بقوة تسخير الله تعالى. لا، هذا الإنسان أول باقة نزلت من القرآن الكريم هو الدستور الأول في هذه الرسالة، وردت فيها كلمة هي أمر بالتماس العلم. أقرأ. اقرأ مرتين. تمام. ووردت أداة كلمة هي أداة التسجيل للمعلوم حتى يمكن العود إلى المعلوم المسجل والاستنباط منه والاستفادة منه والقياس عليه وتخيل نظيره، اللي هي بالقلم، الذي علم بالقلم. كلمة القلم هنا كلمة تصدق على هذا القلم وترمز الى كل ادوات التسجيل الى يوم القيامة. فالنهاردة اما اكتب في كتاب تفسير الذي علم بالقلم اقول الذي علم بادوات الكتابة كالكمبيوتر والى اخره، ابقى بفسر صح. تمام. لان القرآن الكريم نصوصه ليست المرادات المضامين المعبأة في كلماته بقدر ما هي ما ترمز إليه الكلمة على امتداد الزمن. تمام. ومن هنا أخذ القرآن الكريم صلاحية لكل زمان ومكان إلى أن تفنى الدنيا إلى أن تفنى الدنيا وتقوم الساعة. تمام. وردت مادة العلم
في هذه الآيات اللي هي الباقة الأولى التي نزلت على رسول الله ثلاث مرات، علم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني اقرأ وقلم وعلم، اقرأ مرتين، قلم مرة، علم ثلاث مرات في خمس آيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وآيات خمسة في منتهى الصغر في حجم الكلمات. معجزة اللغة طبعا. اتنين، هو الناس اللي تصوروا ان القرآن نازل علشان يعلمنا ازاي نصلي وازاي نزكي وازاي نصوم وازاي نتحنث، رجعوا بالاسلام 100 قرن الى الوراء. هو ده مراد في الاسلام، الشعائر دي مرادة، لكنها مرادة وسائل وليست غايات. يعني الصلاة وسيلة لتهذيبي، والزكاة وسيلة لترقيتي ليست غاية. نزلت الباقة التانية تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. اقسم بالحرف اللي هو المكون الاول للغة الكلمة، واقسم بأداة التسجيل مرة تانية، ما يسطرون، واقسم بنشاط القلم الذي هو تسجيل للمعلومات لكي يعود اليها الذهن، وأقسم بهذا كله لينفي الجنون ويثبت العقلانية لرسول الله، ليفيد أن ثمة علاقة بين العلم والعقل متلازمة. عشان أنفي عنك الجنون أنفيه بالقسم عن بالقسم بوسائل العلم. حلو التفسير اللي حضرتك بتقوله ده على فكرة قوي، ويعني يعني عقلاني وجميل، وإحنا سعداء بيه. هم اللي بيستخدموا آيات القرآن في التدليل على ان التنجيم ده شيء حقيقي يعني. لا، هنسمع من الاخت الفاضلة ونتكلم. تمام. ما يعني في المطلق ما ينفعش. تمام. اللي انا بمناسبة الكلام اللي ستك بتقوله التفسير، انا يعني بفضل الله ليا في الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم فكر جديد مؤسس على علم اصول اللغة. تمام. اتمنى ان تتاح لهذا الفكر فرصة، يبقى له برنامج خاص في هذه القناة التي ولدت عملاقة بفضل الله تعالى. الله يخليك. إذا يسر الله كان إن شاء الله. بعد نون والقلم يبقى اقرأ الأول العلم، يعني حطوا فيه عمق لكي تحيا، هو ذا وسيلة الانطلاق، لكي تدير الحياة إدارة راقية كما يريد الله الذي خلقك وخلق الحياة وبين رسالتك ودورك الطريق. اقرأ بعد الكلام. نعم، معلش انا هاخد بس عشان ايه هي نفسها ترد وبعدين نرجع لحضرتك تاني. اتفضلي يا استاذ. اساسا احنا ما بنقولش ان علم، انا بتكلم مش على الاسترونومي اللي هو علم الفلك، انا بتكلم على الاسترولوجي اللي هو علم بالنسبه لي علم الكواكب. خلاص، علم ايه؟ الكواكب. هو ما بقولش نجوم، ان مفيش نجوم، احنا بنقول مجازا على هما قمر والشمس، مفروض النجوم مضيئه، لكن الكواكب الاخرى زي عطارد وزهره والزهره وارنس وبلوتو، المجموعه الشمسيه دي كلهم كواكب، فاحنا ما جبناش سيره النجوم خالص، حتى اللي اسمهم نجوم علميا زي الشمس والقمر بنقول عليهم كواكب مجازا. صح كلام كده؟ الابراج اللي هي الابراج، لا لا هي النجوم، لا هي الشكل، لا عشان ما هو مشكله ان تداول الناس في حوار من غير ما تفهم البرج، الرسمه بتاعت البرج دي لو حتى لو الكنترول انا جايبه لهم الصوره يجيبوا لنا شكل النجوم اللي في الحزام ده، الصوره لو سمحتوا الحزام لسه برج كلها نجوم، هم كتله النجوم دي لما وصلوها لبعض طلعوا شكل البرج فسميت بذلك النجوم، اللي هي لو جابوها في الصوره هتبان. اوكي، اللي هي عباره عن الشريط الاسود وفي مجموعه نجوم اللي وصلناها للشكل الرمز اللي بيسلم. الكواكب مختلفه تقدر تقراها غير النجوم مثلا يعني؟ لا. الكواكب لا شيء، كتلتها بالنسبه للنجم ده ارض كوكب، تعتبر هباءه طبعا. انا عشان الناس تعرف وحرارتها ما فيش. النجوم فوق 30,000 درجه مئويه احيانا على السطح، وهو فوق 30,000,000 في الباطن، في باطن الشمس او النجم. فيبقى والذي
يعني الكواكب هي فتات حاجة اسمها السديم الشمسي مثلا. السديم الشمسي. وبعدين اتكونت الشمس، وبعدين يجي الفتات السكان الصغير السحابات اللي حواليها كونت الكواكب. طب وهل دي ليها تأثير على الإنسان يعني؟ الكواكب؟ ها؟ لا ما 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 لهاش تأثير. زي جوبيتر وزحل ديت ممكن يكون لها تأثير جذبي بسيط على الإنسان ولا وممكن إهماله لأنها على مسافة كبيرة. واضح الموضوع سخن؟ لا ما سخنش. أنا بس بزعل إن الناس بتفهمه. أنا اللي عايز أفهمه. أنت سألتك قلت علم الأسترولوجي. طيب العلم ده أي علم لازم يكون ليه أس مبني عليها. هو علم ولازم ولازم يكون في جامعة ولازم يكون في جامعة بتدي في جامعات ومعاهد كتير جدا في أمريكا. ولازم ولازم يكون في كورسات بتدرس. في كورسات بتدرس. دكتور مسلم. دكتور مسلم نطلع في أمريكا. نطلع فاصل. نطلع فاصل. أمريكا ده لا ما أنا هحكي لك تاريخه يا دكتور. نصابين في الأسترولوجي في أمريكا. نطلع فاصل. هحكي لك تاريخ بس عشان ما نتحاربش على الفاضي. كل واحد له وجهة نظر. أستاذة هالة. اتفضل. هنطلع فاصل. اعتقد ان انتوا هتستنونا حتى لو قلت لكم تحروا هتستنونا عشان تسمعوا رد الاستاذه هاله وبعدين. فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. Thank you.